العميد الطبيب ميشيل فرح مدير مشفى الشرطة، سيادة العقيد الطبيب روضان عبد اللطيف رئيس فرع التأهيل والتدريب، السادة الضباط والسادة الحضور جميعا، يسعدني وباسم صناع الجودة العرب أن أرحب بكم أجمل ترحيب، ويسرني أن أمثل في هذا المؤتمر الأستاذ حسان الحموي المدير العام لصناع الجودة العرب، حيث حالت المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه في السويد بينه وبين حضوره اليوم. السيدات والسادة، سعادتنا بالغة إذ نلتقيكم في هذا اليوم الرائع من أيام شهر آذار الذي دمج روعة طبيعته الساحرة مع بركة شهر رجب المبارك ليولد في نفوسنا السعادة والأمل، ويدفعنا إلى المضي في تمكين التعاون بيننا وبين وزارة الداخلية الرائدة التي كان لنا شرف التشبيك والتعاون.